السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد في ليلة 27 رمضان 2019. كل سنة وانتم طيبين، ومع تحري ليلة القدر في هذه الليلة المباركة، واحنا بنصور مع بعض سماء القاهرة، وزي ما احنا شايفين هو القمر مش باين مش واضح، واحنا موجودين مع بعض بنصور. واحب اذكركم دايما ان انتم ما تنسوش دعاء ليلة القدر، الدعاء اللي وصلنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. زي ما احنا شايفين هو السماء القمر مش واضح فيها، وان شاء الله هنصور شمس يوم 27 رمضان اول ما تطلع مع بعض ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عليكم وعلينا بخير، وخليكم معانا شوفوا شمس يوم 27 رمضان اول ما تطلع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وادي شمس يوم 27 رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا شايفين قدامنا الشمس طالعة اهي، انتم تحكموا زي ما انتم شايفين قدامكم، وربنا يا رب يجعلنا من الفائزين بليلة القدر، ويتقبل منا ومنكم صيام شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم دايما على خير، ونتجمع دايما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.